الأمل قبل الغاز والبنزين منعدم في هذه المدينة، فصنعاء المخطوفة منذ نحو 4 سنوات ما فتئت تعاني من الأزمات المتلاحقة، ليس آخرها أزمة انعدام الغاز المنزلي الخانقة وغير المسبوقة في تاريخ هذه المدينة. تجاوز سعر اسطوانة الغاز عتبة 7000 ريال وربما أكثر، وزاد من وطأة هذا الارتفاع الجنوني وغير المسبوق أن هذه المادة ليست موجودة أصلاً. السعر الرسمي للاسطوانة الواحدة يصل إلى 1250 ريالاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فيما كان سعر الاسطوانة يتراوح بين 4000 و 5000 ريال في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. الرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها الميليشيا على السلع الأساسية هي التي تقف خلف هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى وجود سلسلة من الممارسات الاستغلالية التي ترتبط بمافيا الفساد المرتبطة أصلاً بسلطة الأمر الواقع في صنعاء. قبل تصوير هذا الجزء من مشهد الطوابير اليائسة التي تتكرر في أكثر من حي وشارع بمدينة صنعاء، كان الازدحام أكبر مما هو عليه الآن وفقاً لأحد الواقفين هنا بانتظار الحصول على اسطوانة غاز دون جدوى. يأس الذين غادروا هذا المكان ربما من بلوغ أهدافهم في الحصول على ما يحتاجونه من هذه المادة التي تشكل مصدر الطاقة الرئيس المستخدم في الطهي والأعمال المنزلية في عموم البلاد. أكثر ما يفتقد إليه هؤلاء القابعون تحت حرارة الشمس على مدار اليوم هو الأمل، وبعضهم لديه الكثير مما يقوله، ولكن لم يتسنى لأحد منهم فعل ذلك، فالرقابة المعززة بالتهديد والعقاب حاضرة بقدر غياب الخدمات ومظاهر الحياة في صنعاء التي خرج بعض سكانها ذات يوم للتظاهر تحت شعار إسقاط الجرعة السعرية عن المشتقات النفطية الذي رفعه الحوثيون وحليفهم صالح قبل أن ينفذوا انقلابهم على الدولة والمجتمع والاقتصاد وكل مظاهر الحياة.